عاجل وفاة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد. إليكم التفاصيل في هذا الفيديو. توفي الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد مساء الأربعاء 18 من سبتمبر 2024 عن عمر ناهز 68 عاما، ويعتبر الشيخ عمر من أخص تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله، وقد وافته المنية في مدينة الرياض المملكة العربية السعودية. والشيخ عمر العيد عالم دين مسلم، ولد في الرياض وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي تعد من أعرق الجامعات الإسلامية في العالم. ويمتلك الشيخ خبرة واسعة في الشريعة الإسلامية والفقه، ويشغل منصب أستاذ في نفس الجامعة. ولقد قدم الشيخ عمر العديد من الدروس والخطب الدينية عبر قناته على يوتيوب ومنصات أخرى، مما جعله يكتسب شهرة واسعة في الأوساط الإسلامية على الإنترنت. وستقام الصلاة عليه يوم غد الخميس بعد صلاة العصر في جامع الراجح بالرياض. نسأل الله أن يتقمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. إن لله وإنا إليه راجعون. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الخبر ونهاية هذا الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.